تعقدت في 11 اليوم بعد زلزال الحوز، كانت أول قمة عالمية في المناطق المتضررة. فطبعاً أول توصية انبثقت من هذه القمة كانت حول تطبيق تقنيات والابتكارات في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر من طرف كل جهات، كل الإيكوسيستم كله، لإعادة بناء المناطق المتضررة، خصوصاً كهرباء هذه المناطق. وكان بعض التوصيات الأخرى اللي خرجت بها هذه القمة، طبعاً تشجيع البحث والتطوير العلمي من خلال الدعم الكافي في هذه المجالات، أولا من أجل دعم المشاريع اللي جاية في الهيدروجين الأخضر، ولكن خصوصا تقييم بشكل عقلاني المخاطر اللي مرتبطة بهذه المشاريع. توصية أخرى كانت في أهمية التكوين والتكوين المستمر من أجل تنفيذ استراتيجيات صناعية. فعلى سبيل المثال عقدنا واحد المشروع مشترك ما بين المكتب الشريف للفوسفات وشركة أسترالية لتطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر، من أجل تكريس مكانة المغرب إقليميا كالمنفذ الوحيد ما بين قارتين والمحيط الأطلسي. وطبعا ضرورة إقامة شراكات دولية مثمرة رابح لتقاسم تكنولوجيات في هذا القطاع وتبادل الخبرات، وضرورة تقريص طبعا فارق التكلفة ما بين الطاقات المتجددة والجديدة والهيدروجين الأخضر والوقود الطاقة الأحفورية. فلذلك أؤكد أن عرض المغرب ديال الهيدروجين اللي أعلنت عليه الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية يأتي تتويجا ل 15 سنة ديال التجربة المغربية في الطاقات المتجددة، تطوير الطاقات المتجددة، وأكثر من 32 سنة ديال استقطاب القطاع الخاص في الميادين الطاقية. شكرا. أعلنت الحكومة عن منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش للسنة الماضية. وقد خصصت الحكومة وعاء عقاري مساحته تناهز 1,000,000 هكتار، منها 300,000 هكتار تم توفيره لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى. نثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الحكومة سيدة الوزيرة لتطوير هذا النوع من الطاقات المتجددة، علما أن الحكومة راكمت تجارب في الطاقات المتجددة. المغرب كان رائد في الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، هناك أوراش كبرى للطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية في الأقاليم الجنوبية، ونريد السيدة الوزيرة التعجيل بهذا المشاريع ديال طاقة الهيدروجين الأخضر لتغطية الخصائص الحاصل. ندري أن هناك مشكل طاقة الأحفورية حاليا، الطاقة الأحفورية تقريبا معظمها كنستوردوها، بغينا تجديد وبغينا الهدف ديال 2030 يتحقق، يعني نوصلوا ل 50% من الطاقة المتجددة.